بسم الله الرحمن الرحيم، حنبدأ نتكلم عن الأبر ليمب. عندي أول عضلة من عضلات سوري أول بون من عضلات الأبر ليمب هي مين؟ الكلافيكل. تمام. طيب كيف أحدد الناحية الميديال من الناحية اللاترال في الكلافيكل؟ عندي الناحية الميديال حتكون عندي راوندد إند، وعندنا حنقول اللاترال إند حيكون عندي فلات وهنا راوندد. بعد كده مفروض اشوف انه من ناحية الانتيريور من ناحية البوستيريور، عندنا دايما يميز الكلافيكل انها حتكون كونفكس انتيريور من الناحية مين؟ الميديال. والناحية الفلات هي مين؟ الناحية اللاترال. فحتكون عندي بهذه الطريقة البون، بما انه نحن حددناها كده فمعناته انا عندي مين؟ الليفت كلافيكل. طيب عندي اول عضلة حتمسك على الكلافيكل من ناحية الانتيرير في ناحية الكونفكس، عندي مين؟ هي البكتوراليس ميجر حتمسك لي من ناحية الانتيرير. بعد كده عندي عضلتين في الناحية اللاترال، واحدة في الامام وواحدة ورا. عندي من قدام مين؟ الدلتويد، ومن ورا عندي هنا لو شاور لي على هنا عندي مين؟ الترابيزيس. عندي دلتويد من هنا وترابيزيس من هنا. نرجع نعيد تاني، عندي بكتوراليس ميجر من هنا، بعد كده عندي دلتويد من قدام وترابيزيس من ورا. حأجي ألف الكلافيكل من الناحية اللي هو الرف بوردر، لما نمسكه حنلقاه خشن شوية. عندي من الناحية اللي في النص هنا حلاقي عضلة عندي هي سب كليفيس مصل. عندي كمان تو ليجامنت، عندي من الناحية الانتيرير عندنا كوستو كلافيكولا ليجامنت، ومن الناحية اللاترال يعني من الناحية الميديال كوستو كلافيكولا ليجامنت، ومن الناحية اللاترال كوراكو كلافيكولا ليجامنت من الناحية اللاترال. الكوراكو كلافيكولا ليجامنت حيتقسم عندي الى اثنين حسب الاماكن اللي هو ماسك فيها من هنا ومن هنا. عندي من هنا حيكون عندي اول حاجة في العظمة نفسها عندي كونويد تيوبركل، حيكون شوية بارز زيادة. الكونويد تيوبركل حلاقي فيه الكونويد ليجامنت، وهنا عندي مين؟ من الناحية اللي هو هذا الخط اللي عندي هنا هو مين؟ الترابيزويد ريتش كمان حيمسك فيه مين؟ جزء من الكوراكو كلافيكولار ليجامنت، وحيتحدوا الاثنين مع بعض وحيمسكوا في مين؟ في الكوراكو الكوراكويد بروسيس اللي موجود في الاسكابيلا. يعني نرجع نعيد الكلافيكل بسرعه، عندي هنا بكتوراليس ميجر من الناحيه الانتيرير في ناحيه الكومبكس، عندي هنا دلتويد، ومن ناحيه الخلف عندنا ترابيزيوس. بعد كده حالف العظمه، عندي من ناحيه الانفيرير حلاقي مين؟ السب كليفيس مصل، حلاقي ليجامنت من ناحيه الميديال اسمه كوستو كلافيكولار ليجامنت، ومن الناحيه اللاترا عندنا الكوراكو كلافيكولار ليجامنت حيتقسم الى اثنين من الناحيه اللي هنا كونويد ليجامنت، ومن الناحيه الخط اللي عندي حيكون مين؟ ترابيزويد ليجامنت. عندي كمان تو جوينت مهمين هنا، عندي من الناحية الميديال حلاقي مين؟ الناحية الميديال حلاقي بون مهمة جوينت مهم هو مين؟ الكوستو كلافيكولار ليجامنت ستيرنو كلافيكولار ليجامنت. الستيرنو كلافيكولار ليجامنت نوعه موديفايد سادل سينوفيال جوينت، ومن الناحية اللاترال حيكون عندي مين؟ الأكروميال كلافيكولار جوينت ونوعه بلين سينوفيال جوينت. بعد كده عندي الاسكابيلا، حنشوف اول حاجة البون يعني اسامي العظام اللي فيها. عندي كده سوبرا سكابيلر فصة، عندي من هنا اللي هو الكوراكويد بروسيس، عندي من ورا عندي الاكروميال بروسيس، ومن عندي من ورا اللي حعرف فيه انه اذا كانت السكابيلا اللي عندي من الناحية الانتيرير او البوستيرير اللي هو مين؟ السباين. عندي بعد كده الانفرا سباينس فصة، عندي من هنا عندي السوبرا سكابيلر او سب سكابيلر سوبرا سباينيتس فصة، كمان هنا عندي مين؟ السوبرا سباينيتس فصة، ومن قدام قلنا مين؟ السوبرا سكابيلر فصة. طيب الناحية ده الميديال بوردر، ومن هنا عندي مين؟ اللاترال بوردر. عندنا حنقول الانفرا انجل اللي هي الزاوية اللي تحت عندي. طيب
هنبدأ بأسامي وهنا عندي الجلينويد كافيتي. طيب نبدأ أول حاجة بالعضلات الريليتد. عندي هنا عضلة مهمة هي من السبسكابلر مصل، حيمسك من الناحية الميديال كمان من السيريتس أنتيرير على كل الميديال أنتيرير بورت. وبعد كده عندي حنمشي للجلينويد كافيتي. الجلينويد عندنا حنقول سوبرا جلينويد تروبيكل وانفرا جلينويد تروبيكل. حنقول السوبرا جلينويد تروبيكل حيمسك فيه مين اللونج هيد اوف بايسبس، ومن تحت عندي حيمسك مين في الانفرا اللي هو الهيد اوف اللونج هيد اوف مين اوف بايسبس. تمام، ولو قال لي مين هنا في النص كله او شاور لي على الجلينويد كافيتي كله حيكون عندي مين الكبسول. حنلف ورا من ناحية السباين اللي قلنا انه هو اللي حدد لي انه انا ورا ولا قدام، السباين هذا هو. بعد كده عندي هنا حلاقي عضلة هي الانفرا سباينيتس مصل، ومن هنا حلاقي عندي مين السوبرا سباينيتس مصل، هتكون مفروشة على كل مين الفصة. بعد كده عندي من الناحية الميديال، من الناحية الميديا اللي هنا عندي ثلاث عضلات. عندنا أول واحدة ليفيتر سكابيلا، من هنا حيكون مشاور لي. بعد كده حيكون عندي حيعمل لي مربع صغير هنا هي من الرومبويدس ماينور، وبعد كده عضلة على طول هنا هي من الرومبويدس ميجر. بعد كده حيشاور لي على الانفرا انجل، حيكون عندي عضلة هي من اللاتسمس دورساي. وبعد كده حيطلع عند اللاترال بوردر، حيشاور لي على عضلة هنا طويلة حتكون هي التيرس ماينور. وبعد كده حيشاور على عضلة صغيرة هنا بس هي حجما كبيرا طبعا، بس الأوريجين تاعها حيكون صغير، هي من التيرس ميجر. هاي الثاني من هنا من الميديال بوردر عندي ليفيتر سكابيلا رومبويدس ماينور، بعد كده على طول الخط هنا عندي مين رومبويدس ميجر لاتسمس تورساي، بعد كده من الناحية اللي هنا عندي مين تيرس ماينور، وبعد كده من هنا حيشاور لي على مين التيرس ميجر. لو شاور لي على هنا عندي نوتش، حنقول هو السبسكابلر نوتش، حيمر فيه نيرف هو مين السوبرا سكابلر نيرف عشان يغذي مين العضلة اللي موجودة عندي هنا هي سوبرا سكابلر مصل. كده بكون خلصنا السكابلة، سهلة وبسيطة.